وبرضه هنبقى رقم واحد لو بطلنا اكل كل يوم. مش لازم يعني كل يوم لحمه لحمه لحمه، فراخ فراخ فراخ. ادوا معدتكم اجازه من البروتينات، خدوا اجازه. لازم نوفر لفلوسنا ولمعدتنا ولكل حاجه. برضه هنبقى من يعني من الناس اللي رقم واحد في العالم لو بطلنا نعمل كده. ويا ريت برضه لو يعني يا ريت يا ريت يعني لو ناكل على قدنا بليز. هو ناكل على قدنا اوكي، بس ان انت ما تاكليش بروتين ده ماله ومال العالم الاول. احنا كل يوم ايوه، ما هو ده شيء طبيعي. لا مش كل يوم لحمه، اللي بيزيد عن حده بيقلب ضده. انا لو قعدت اكل بروتينات طول حياتي يعني على طول كتير كتير مش زياده عن اللزوم. مش ممكن طبيعي يعني، انت صح على فكره طبيعي يعني اساسا المعده لازم تعملي لها ديتوكس. ايوه الديتوكس ديتوكس ده يعني بطلي لحمه وفراخ. لا تبطلي ديتوكس، بطلي اكل تماما، تشربي عصاير بس. ربنا عمل رمضان ليه؟ ايوه رمضان برضو بناكل فيه لحمه بالليل. لما حللوا الموضوع فينك لقوا... يا غاليه فينك يا اللي مقضيها بروكلي وبيت يا جماعه ما هو بيت بروتين انا مش